بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سلطان المطيري من الكويت. عرفت مستشفى وشتاني عن طريق واحد صاحبي تعالج قبله هني ولقى استجابة لعلاجه وسمع كلام كثير عن المستشفيات الثانية وما فيها بس كلام ما فيها علاج، ومدح المستشفى وشتاني إنه هو الوحيد اللي عالجه، والحمد لله رجع الكويت بسلامة. وحبيت إني أشوف الوضع هذا وأتأقلم مع الوضع هذا اللي صايره، وجيت الحمد لله على مستشفى وشتاني. قبل حضوري كنت أعاني من الغرغرينة في القدم، وأعاني من الجلطة في الرئة والقلب. والله بالنسبة للخدمات الطبية خدمات راقية، يعني أنا اللي شفت خدمات راقية يعني من ممرضين ومن دكاترة ومن مترجمين، وعندك يعني أي شيء تبيه كان فيه الشيخة نورة، الشيخة اللي كانت يعني مستلمة العرب وكانت لي تقوم بالعرب، وكان في واحد متربي في السعودية عايش في السعودية عبد الحليم كان في مكة جزاه الله خير، وكان هو اللي نسق مع العرب وتكلم مع العرب. خدماتنا طب العلاج كانت ممتازة بكل النواحي، دكتور شو، دكتور شكت، دكتور رولات، كانوا قايمين بعملهم بإخلاص، يعني ما في من جميع النواحي، هاتي بشهادتي وشهادة جميع المرضى اللي تعالجوا بمستشفى الثاني. والله نصيحة إنه ما يستعجلون عند أي مستشفى اللي هم عارفين، يعني لأنه في مستشفيات كثيرة يقول لك احنا نعالج الغرغرينة، بس تروح لها ما يقعدونك سنة وسنتين وست شهور. يعني المستشفى اللي بس يمدلك في العلاج وما يدري بالآخر شنو هو صح أو غلط، يعني ما شاء الله أنا لمست الشيء هذا وأنا قعدت هني فترة محدودة، يعني إن في علاج وفي الحمد لله رعاية وفي اهتمام بالنسبة للدكاترة وبالنسبة الناس كلها، يعني الطاقم الموجود اللي هني من نظافة، حتى في النظافة ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني كل شيء موجود. والشيخة نورة يعني قايمة بواجب أي شيء الواحد يطلب، الشيخة نورة كانت قايمة بكل شيء. والله أنا كلمة الشكر أوجه كلمة الشكر للمستشفى وشتاني عامة ما قصحت فيها، وبالذات أخص اللي هم الدكاترة اللي هم شوشكت ورولات عبد الحليم تايلندي والشيخة نورة ورسالة كلهم الموجودين، وماشا ما ننساها بعد ما قصرت بأي خدمات وأي شيء. استفسارات كان عبد الحليم كان يبلغها باللغة التايلندية والإنجليزية، وكانت هي تنفذ الشيء اللي كنا نطلبه. والشيخة نورة بعد ما ننساها، يعني هي رأيت أفضال كثيرة علينا وعلى العرب كلهم، يعني ما في عربي في الخليج ما يعرف الشيخة نورة، كلهم يعرفون الشيخة نورة اللي مستشفى وشتاني. الله يعافيك ويسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.